السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف الحال؟ إن شاء الله يا رب تكونوا تمام في أحسن حال. اليوم معنا درس بسيط، درس ممتع إن شاء الله وشيق، وهو كيفية ربط البطاريات على التوالي وعلى التوازي. طبعا نلاحظ بطارية معنا صغيرة، هذه طبعا 12 فولت زي ما تلاحظون أعزائي المشاهدين، 12 فولت فاصل 5 أمبير. طبعا نفحص البطارية أول شيء معنا جهاز كلاب ميتر، جهاز الفحص زي ما تلاحظون، نشغل على طبعا لأنه على الاي سي، نلاحظ على الدي سي، نفحص البطارية نشوف كم قوتها. هذه مبدئيا شبكناها، طبعا طلع معنا كم 11 فولت فاصل 50. نفحص ايضا هذا اعزائي المشاهدين، شوف كم فولت اعطانا، 11.60 زي ما تلاحظون. الان نوريكم كيفية ربط البطارية. طبعا الكلام هذا لاي بطارية، سواء 50 امبير، 100 امبير، 200 امبير، سواء كانت جل او تيوبلار او اي نوع. الفكرة هذه نطبقها على البطارية الصغير، للكبير، للطاقة الشمسية، لاي شيء. عندك بطاريات في البيت حاب تربطها يتكون معاك على التوازي، طبعا طريقة التوازي طبعا نوريكم الآن إن شاء الله. طبعا التوازي زي ما قلنا نجمع السلك الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، يصبح لدينا 12 فولت، نفس الفولت ما يتغير، بس يتضاعف معنا إيش الأمبير، زي ما تلاحظون الأمبير 5 يتضاعف إلى 10 أمبير. طريقة الشبك طبعا نجيب سلك طبعا الأحمر، حبيت أوصلكم الفكرة، نربط بسم الله، ربطنا السلك الأول زي ما تلاحظون أعزائي المشاهدين، اللهم صل وسلم على رسول الله، نربط الثاني بسم الله زي ما تلاحظون، ربطنا الآن الموجب مع الموجب، ونجيب السالب مع السالب. طبعا معنا هذا السلك الأسود لا يتلامس، نكون حذرين عشان ما تجينا المتاعب. بسم الله زي ما تلاحظون اعزائي المشاهدين، شبكنا السلك الاسود في الاسود. الان يتبقى علينا فقط نشبك الطرف الاخر زي ما تلاحظون، شبكناه ولله الحمد. لاحظ السلك، شبكنا الموجب مع الموجب والاسود مع الاسود. طبعا هذا الطريقة تسمى ايش؟ التوازي. التوازي يعني تجمع الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود، او السلك الزايد مع الزايد، او السلك الناقص مع الناقص. تصبح لدينا 12 فولت، نفسها ما يتغير، بس ايش اللي يتضاعف؟ يتضاعف لدينا الامبير. الفولت قلنا يبغى مكانه 12 فولت، بس الامبير يبغى هنا 5 وهنا 5، كم هنا 5 البطارية وهنا 5، كم تصير؟ 10، 10 أمبير الضعف. هذا الآن الطريقة تسمى التوازي. نختبرها برضو نشوف هل الفولت ارتفع أم لا، نتأكد. بسم الله نحط هنا زي ما تلاحظون، حطينا هنا طبعا السلك والآخر هنا طبعا، نشوف. لاحظ عزيزي المشاهد نفس الفولت لم يتغير، 11 فولت فاصل 50، لاحظ 11.57، يعني ما تغير اي شيء، بس اللهم ان الامبير تضاعف. ركز الان عملية التوالي، طبعا بيتضاعف الفولت بس الامبير يبغى زي ما هو. نلاحظ الان طبعا طريقة التوالي، نفصل السلك الاول، طبعا هذا فصلنا، ايوه، والسلك الاخر فصلناه. الان عملية التوالي كيف تكون؟ عملية التوالي ايضا هذا نفصله برضه، نفصل هذا اعزائي المشاهدين. الان نشبكه بالعكس زي ما تلاحظ، شبكناه. هذا الان عملية التوالي، اذا معك مثلا نظام 24 فولت وحاب تشبكها، ما عليك الان تسويها بالطريقة. السلك الأحمر طبعا المخرج الأحمر الزايد يكون في البطارية الزايد مع الناقص، أو الأحمر مع الناقص. الآن يصبح لدينا نظام 24 ف
فولت. طبعا الامبير يبغى زي ما هو طبعا للمعلوميه ما يتغير خمسة بس اللهم يتضاعف الفولت. لاحظ عزيزي المشاهد الان نختبر الفولت بالكلاب ميتر نشوف كم، هل زاد ما زاد هل نفسه. لاحظ عزيزي المشاهدين طبعا نشغل انه طافي، لاحظوا في الشاشه ايضا بسم الله، لاحظ كيف زاد 23 فولت. لاحظ عزيزي المشاهد فصلنا انفصل معانا، لاحظ كيف نشبك 23.11 زي ما تلاحظ. نقرب عشان تشوفون واضح، نلاحظ اعزائي المشاهدين بسم الله بطارية حقل الجهاز ضعيفة عشان كذا. نلاحظ كم صار اعزائي المشاهدين بس مع تصوير الفلاش 23.11، يعني اي ان ان الفولت زاد بمعنى اخر الربطة على التوالي زاد معانا زي ما قلنا. الفولت تضاعف على التوالي تضاعف، انما الامبير نفسه ما تغير خمسة، لكن اذا حاب تضاعف الامبير يعني بطارية معك مثلا 100 امبير و100 امبير حاب تضاعف ما عليك الا ان تربطها على التوازي. تمام اعزائي المشاهدين زي ما قلنا اذا عندك بطارية مثلا ولنفترض 100 امبير طاقة شمسية و 100 امبير كم صارن؟ 200. حاب تربطها طبعا تربطها عبر ايش؟ التوازي او التوالي؟ اكيد الاجابة التوازي. تجيب اللهم صل وسلم على رسول الله زي ما قلنا تجمع الزايد مع الزايد، طبعا هذا طريقة التوازي. تمام تجمع الزايد مع الزايد والناقص مع الناقص. الفولت يبغى زيه 12 فولت يعني ما يتغير، اللهم ان الامبير يصبح 100 و100 200 امبير معك. وكذا نستفيد من ربط البطاريات ال100 وال100 تصبح لدينا 200 امبير بينما الجهد حق البطاريه يبغى 12 فولت. في حال انك عندك نظام 24 بطاريتين معك حاب ترفع الفولت ما عليك الا ان تسويها على التوالي. التوالي زي ما قلنا اعزائي المشاهدين يرتفع معك الى 24 فولت. اذا عندك مثلا بطاريتين حاب اذا كان نظامك 12 فولت و 12 فولت حاب تربطهن يصير معك 24 فولت ما عليك الا نيش الا انك تشبك السلك الاحمر هنا معك، المخرج الاحمر مع المخرج الاسود يعني تعكس، هنا الزايد يكون ركز معي هنا الزايد وهنا الناقص تشبكها بالعكس سلك واحد زي ما تلاحظ سلك واحد كذا يطلع لنا ايش 24 فولت. اذا حاب تضاعف الامبير زي ما قلنا على التوالي تحط الزايد زي ما تلاحظ هنا عزيزي المشاهد الزايد مع الناقص هذا الناقص. اعتذر اسف، اذا حاب تضاعف على التوازي تشبك الزايد مع الزايد والناقص مع الناقص كذا يصبح لديك 12 فولت البطارية. اللهم ان الامبير يبغى عالي، اذا كانت 100 و100 تصبح 200 او زي هذه البطارية 5 امبير و5 امبير تصبح لدينا 10 امبير. ان شاء الله ان الفكرة انها وصلت ويعلم الله، يعني نرسخ لكم هذا الفيديو عشان يسهل عليكم الاشخاص اللي ما يعرفون ربط البطاريات على التوالي وعلى التوازي يكون عندهم خلفية. نرجع مرة اخرى على السريع، اذا عندك اي بطارية مثلا حاب ترفع الجهد حقها الى 24 ما عليك الا ان ايش تشبك قلنا الزايد هنا طبعا مخرج الزايد زي ما تلاحظون الزايد شارك الموجب مع السالب زي ما تلاحظ الان نشبكه بهذه الطريقة يصبح لدينا 24 فولت. الان بنشرح لكم اذا معك مثلا بطاريتين في الطاقة الشمسية سواء كانت 100 امبير 100 امبير او 200 امبير 200 امبير حاب تربطها وتستفيد من الامبير، كل ما عليك سواء انك تجمع الزايد اللي هو الموجب مع الموجب الزايد وتشبكها في سلك. طبعا نفس كذا تشبك الزايد زي ما تلاحظ تشبك عزيزي المشاهد الزايد مع الزايد زي كذا. اوضح لكم الفكرة ان شاء الله انها بسيطة، الزايد مع الزايد بين ولا اللهم صل وسلم على رسول الله. الموجب ايضا نفس الكلام نشبكه
والسلك الموجب الناقص نفس الكلام، الناقص مع الناقص مشبوكة زي ما تلاحظ، السلك هذا كامل مشبوك الناقص مع الناقص. كذا يصبح لدينا في مجموع البطاريتين 12 فولت. أينما اللهم أن الأمبير يتضاعف معك، زي ما قلنا إن كانت هنا 100 و100 تصبح 200، أو كانت هنا 200 هنا 200 تصبح 400، أو زي هذه 5 أمبير 5 أمبير تصبح 10. وإن شاء الله أن الفكرة أنها بسيطة ووصلت، يعلم الله هذا درس بسيط، ونوريكم كيف الطريقة ربطها بأسهل الطرق، يعني الشرح بدائي بس يعلم الله بسطنا لكم بقدر ما نستطيع، وعدنا الشرح أيضا عشان تفهمون. وإن شاء الله يعني يعجبكم الفيديو. وقبل نهاية الفيديو لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله، وإن شاء الله نوافيكم أول بأول حول البطاريات، وإن شاء الله أنه يعني بقدر الإمكان ننزل لكم في الأسبوع فيديو 2 فيديوهات أو 3 على قدر ما نستطيع. علم الله أننا مشغولين في العمل في الدوام في ما نقدر، يعني خلوه على الله. بس الحمد لله على كل حال، الدنيا هذه امتحان والحمد لله على كل حال. فإن شاء الله أن الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.